قسوة القلب. إذا غفل القلب فلا يحيا إلا بمواعظ القرآن. وليس أحسن للقلب من مداومة ذكر الله بشرط أن يتواطأ القلب واللسان. ليس أحسن لسماع المواعظ النبوية والتدبر والعمل بما تسمع يا رعاك الله. حتى ننتفع بالمواعظ لابد من العمل. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فبالاتباع هدى وثبات واستقامة وحياة لأولي الألباب. فالقبر أعظم موعظة. ما وقف على القبر واقف إلا تفكر. ما نظر إلى القبر ناظر إلا تفكر. هي الدار التي ستسكنها. هي الدار التي ستسكنها طال الزمان أو قصر. ثم بعد السكنة الثانية ستخرج من تلك الدار يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. لاحظ الفرق. لاحظ الفرق حين تغادر فراشك في سفر أو في رحلة قريبة. كيف يصيبك الأرق ويصيبك من الهم والغم. طارت موضع مركدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. القبر أول منازل الآخرة. لماذا الحديث عن القبر؟ لأن في القبر يتحدد المصير. في القبر يتحدد المصير إما إلى جنة وإما إلى نار. القبور على نوعين أيها الغالي. القبور على نوعين أيتها الغالية. إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. لا بد من الاستعداد. لا بد من عمار الدار قبل سكناها. عندما تموت وتموتين سيتبعك ويتبعك ثلاثة: العمل والمال والولد. سترجع الدنيا وما فيها وستبقى رهين العمل. من وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه.